السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب. شكرا شكرا كثير 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 على دعمكم، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الأسطوري. وأبغى أتأسف كثير كثير يا شباب لأنه ما نزلت أي فيديو تقريبا لمدة 4 أيام، وكما تلاحظون يا شباب وصلنا لهيرويك. كنت ألعب يعني كنت أبغى أوصل لهيرويك كما وعدتكم، وصلنا لهيرويك في أقل من 7 أيام. والمهم يا شباب في هذا الفيديو أبغى أتأسف كثير 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 لأني ما نزلت أي فيديو، والسبب هو هاتفي سامسونج جالكسي جي 8 تبند من اللعبة. يعني لا يمكن أن ألعب لعبة فري فاير نهائيا على هذا الجهاز، يعني هذا الجهاز تم حظره من الشركة. والسبب هو أني كنت أدخلت في هاتفي برنامج يعني للتهكير، واللعبة شافتني دخلته، والحمد لله ما استخدمت أي تهكير يعني أنا، لأنه لو كنت استخدمت تهكير على حسابي وعلى الهاتف كان رح يروح الهاتف وأيضا الحساب. كما تلاحظون الحساب أنا الآن أصور لكم به، ويعني أحضرت هاتف سامسونج جالكسي G2 Pro فيه تقريبا 1 جيجا في الرام، وصلت فيه الهيرويك. والله الجهاز ضعيف كثير، والآن يعني أحد الأشخاص من العائلة أقرضني هذا الهاتف فيه تقريبا 2 جيجا في الرام. ما أعرف يعني الأول كان عندي 4 جيجا، راح أروح وأخذ جهازي G8 وراح يعني إن شاء الله أشتري جهاز ثاني. المهم يا شباب، وتاني شيء يا شباب معانا في هذا الفيديو أي شخص يبغى يدخل هذا الجيلد، كما تلاحظون هذه القبيلة وهذا الكلان كلان ليفل ماكس يا شباب. وأيضا يا شباب شوفوا، أول شيء لازم يكون عندك ليفل حسابك 55، كما تلاحظون أنا حسابي 55 وجميع الأشخاص هون ليفلهم 55. المهم يا شباب، وتاني شيء يا شباب تسوي هذا الطاق الاس تي، كما تلاحظون يا شباب جميعنا مسوين هذا الطاق من غير شخص واحد هو هذا. المهم يا شباب والله يعني كلان أسطوري، فيه أشخاص أسطوريين، كل الأشخاص يعني أونلاين. والشيء الثالث يا شباب يعني عندنا ثلاث قواعد عشان تدخل الكلان. أول شيء تسوي طاق لحسابك، يعني طاق للاسم اسم الحساب. وتاني شيء ليفلك 55 شباب. أنا مو القائد، يعني أنا مو قائد هذا الكلان، أنا بس زعيم، يعني مو يعني هذا الشروط مو شروطي، شروط صاحب الجلد. أول شيء يكون عندك ليفل 55، ثاني شيء يكون عندك طاق، وثالث شيء تكون يعني أونلاين. وهون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء.